سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير سبحان الذي
رب عبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم.